اول حفله بتخش بتبلغ تاني حفله اذا كان الفيلم حلو يعني. الناس ولا داخله وحش. تتفرج على الرقص مش داخله تتفرج على تمثيل. وما تتفرج على الرقص، ما انا راقصه وانا ده ما يضايقنيش، لا ما بالعكس ده يساعدني. بس ما يبقاش مبرر ان يتبني فوق فيلم. يتبني فوقيه فيلمين. ساميه جمال كل افلامها استعراضيه، نعيمة سامية عاكف كانت كل ممثلة، افلامها سامية كانت استعراضيه. ممثلة معلش انا اسفه جدا، هي لما ابتدت كانت راقصه اسمها اقوى من ممثله. آه. انتهت ممثله. فده طيب ما هي. التمثيل كان عندها اقوى من الرقص؟ لا مين دي؟ سامية جمال؟ لا طبعا، لا طبعا، ممثلة قديرة في النهايات من أول الرجل التاني، لكن في الأول كانت راقصة. بس احنا ما بنشوفش في البرومهات غير الرقص يا دينا، ما بنشوفش تمثيل يعني. حتى والله هما بيعملوا دعايتهم، خش وانت تشوف. كويس يعني، هو عامل دخلت دعايته على اللي الفيلم، عارف. انت مالكيش رأي؟ لا انا ما دخلتش بتحكم الفيلم، ازاي؟ بحكم من خلال رأي النقاد. لا ما هو للأسف بقى ان مصر كلها بتكتب عن سمع مش عن رؤية. انا اشوف وبعدين احكم، مش هسمع. عيب عيب مثقف زينا يقول بصراحة عيب مثقف زينا. انا شفته مش عايز اقول لك رايي. مش عاجبك بس عاجب غيرك. مش ما يعني انا مش عايزه كل الناس تبقى مجمعه على اني كويسه. ما انا مش عايز الناس تروح تشوف الرقص في السينما، احنا عايزين السينما. انا نفسي والله الناس كلها تشوف الرقص في السينما وتشوفه في المسرح وتشوفه في التلفزيون وتشوفه في كل حاجه. طب والمواضيع الهادفه والمواضيع الجاده لا نناقشها حضرتك فين؟ اعمل انت المواضيع الهادفه نناقشها والجاده. فين انا طيب؟ انترتينمنت دلوقتي لما انا تشغلي شغلتي انترتينمنت. اتفضلي. شغلتي اني اسعدك، وده جزء من النجاح، ان انا اوصلك لانك تبقى سعيد. السعاده امر علشان تجيبه في حياتك شيء فظيع يعني. احنا شغلتنا ان احنا ننجمك كويس، اوكي، وانا شغلتي اني فعايزك اعمل تقولي الناس كلام في البرنامج. انترتينمنت. انا عايز. مش ندمانه يا مروه؟ على ايه؟ انا ما عملتش حاجه غلط عشان اندم عليها. انا حزين بجد. لا لا لا، جيبوا له كلينكس عشان ما يعيطش. مش ندمانه ان جيتي برنامجنا واعترفتي الاعترافات اللي قلتيها دي؟ اعترفت في ايه؟ انا عنيده. انا عنيده صراحه. راحه. شوف اقول لك على حاجه، نص نص. هقول لك على ليه. انا انسانه كتير صريحه، وانا انسانه كتير كتير واقعيه في حاجات امور يعني ما بحبش اخفيها. انا ما كنتش حابه اعمل مقابله عشان ما احبش انه ضايقك. انا عارفه اسلوبي وعارفه انسان يعني اللي داخلي وعارفه شخصيتي كل الموضوع. يعني انا بعمل مقابلات، يعني عملت مقابلات قبل كده عشان رمضان، وكل المقابلات كانت لطيفه جدا. المقابله الوحيده بتاعتك كانت شويه مش طبيعيه.